اسم رانيا منتصر. حكايتك ايه يا رانيا؟ حكايتي ان انا كنت شغاله في الاستثمار، وفي حد اجى تقدم لي من هناك من زمايلي، ووافقت عشان ماما كانت متوفيه وكده، وكنت قاعده عند مرات عمي واتجوزت وجبت 14 سنه، وجبت ادم وجبت محمد. محمد دلوقتي عنده كام سنه؟ ادم ماشي في 9 سنين ومحمد ماشي في 7 سنين. وحصل خلافات بيننا، وعملت قضيه عند حنان سرور عشان كان بيضربنا وضربه، وان هو ما كانش بيصرف علينا اصلا، وكنا مأجرينه وكان مقعدنا عند مرات عمي. وبعد كده لما اتطلقنا العيال كانت معايا، اجي قال عاوز اشوف العيال، اديتهم له اشوفهم عادي زي اي اب عايز يشوف عياله. ببص بعدها تلاقيته اتصل بيا هو واخوه، قالوا لي اعلى مفخلك اركبوه، احنا هناخد احنا العيال. اخد العيال معاه سنتين، رحت عشان اخد عيالي منه من هناك، اتهجم عليا هو واخوه ومرات اخوه، وعملت محضر اثبات حاله برضك هناك، ففضلت العيال هناك. فجالي بقى تليفون ان عيالي اثار تعذيب فيهم وهربوا كذا مره. كان بيعذبهم مرات ابوهم. كانوا بيهربوا ازاي؟ كانوا هم بقى يقولوا لي كل حاجه، يعني اسالي منهم برضو كانت بتهرب ازاي. كانت بتضربك ليه؟ كانت بتضربك ليه؟ عشان الاكل. الاكل؟ عشان كنت بتضرب اكل؟ ضربتك؟ كنت بتهرب ازاي؟ اقول لك، كانت مره قالت لي انا هحرق، رحنا انا ومحمد فطنا من الشباك. كانت بتضربكم وتحرقوا؟ هي معايا، وهي حمايه الطفل هنا في بورسعيد. ولجنه الحمايه هنا في بورسعيد، ومدام ناهد هي اللي وقفت جنبي وتعاطفت معايا، وبتجيب لي برضو حق عيالي. مدام ناهد؟ لا مش لازم، انا والله يعني مش لازم. انت اتصلت بيكي؟ في ناس كتير عملوا لي منشن على الصفحه على الفيسبوك، وهي اتصلت بيا وخدت رقمي. وانا جيت دلوقتي اسم الضواحي، عملنا اثبات حاله. وان شاء الله لجنه الحمايه تعمل تقرير وترفعه للمجلس القومي للامومه والطفوله بالقاهره، ونعمل مذكره وافيه للسيد معالي رئيس النيابه، وهنتابع ان شاء الله. المجلس هيتابع هناك بتقرير عن طريق المنزله، لازم نجيب تقرير من هناك برضه، اللي هو مكان تواجد الاب، اللي هي العزيزيه تقريبا في المنزله. والاطفال طبعا زي ما انت شايفاهم، يعني جسمهم لسه ما زال الحروق، ولازم ما زال اثار التعذيب.